مشاهدين أهلا وسهلا فيكم. وطبق شرقي سهل لذيذ، شكل مختلف للبقلاوة، حشوة مختلفة وفكرة مختلفة تماما. هحتاج عجينة البقلاوة أو بنسميها عجينة الجلاج، بنشتريها طبعا بتبقى مجمدة بالفريزر، لازم أطلعها من الفريزر وأسيبها على كاونتر المطبخ لغاية ما تصير عندي بدرجة الحرارة العادية وتفك خالص تماما. هحتاج الحليب المحلى، بيض وحليب عادي وزبدة. هلأ بالنسبة للنكهات أو الطعم اللي أنا بدي إياه، فيني أحط أي نكهة بحبها، ممكن أحط برش البرتقال أو الليمون، أو حبينا اليوم حنستعمل القرفة والهيل، بس فيكم تختاروا أي فليفر تاني أنتوا بتحبوه. نبتدي أعزائي بتجهيز البقلاوة. بحتاج دهن، أنا حستعمل هون الزبدة، ممكن أستعمل خليط ما بين السمنة والزيت أو الزبدة والزيت، أهم شيء يكون عندي الدهن مذاب. يعني هلأ أنا أول خطوة حعملها أسيح الزبدة. الزبدة أصبحت عندي جاهزة، بقترح عليكم تستعملوا طبق بهذا الحجم وبهذا المقاس، لازم يكون عميق شوي، ممكن تختاروا أي طبق مناسب، مستطيل بيضاوي، مش شرط يكون عندي مستدير بهالشكل. هخليه جنبي وأفتح العجينة. هلا اعزائي الخطوه اللي حاعملها اني بدي امسح رقه من العجينه بالزبده، ممكن استعمل فرشاي او اذا حبيتوا تلبسوا جلافز، الموضوع كتير بسيط وسهل اذا حبينا نشتغل بايدنا. مسح خفيف بهالطريقه. بعد ما دهنت عليها الزبده بحركه سريعه وبسيطه ابتدي اكرمشها هيك على بعض، اجمعها بهذه الطريقه. يعني ما تغلبوا حالكم، حتى لو مقطوعه ما في مشكلة عندي، بلمها بهذا الشكل وبعد هيك بلفها كأني عم بعملها على شكل وردة، بتصير عندي بهذا الشكل. بحطها في الطبق ونعمل واحدة كمان، كمية بسيطة من الزبدة لتتشرب بهالشكل. وبرضو أكرمشها بشكل عشوائي، أضغط عليها شوي شوي لغاية ما تتجمع على بعضها وألفها على شكل وردة. وأحطها بالصينية كل واحدة جنب الثانية وأكمل الخطوات. وبعد ما كملنا بدخلها الفرن على درجة حرارة 180 حوالي 20 دقيقة بس لتأخذ لون ذهبي لطيف، ونشوف خطوتنا التالية. الخطوة التالية أعزائي، في وعاء هحط الحليب المحلى والحليب، القرفة، الهيل، وحضيف البيض وحقلب هالمكونات مع بعضها. حقلب المكونات مع بعضها لغاية ما تتجانس بهذا الشكل. حوزع هذا الخليط فوق البقلاوة السخنة. وأرجع أدخلها الفرن حوالي 15 دقيقة لغاية ما تأخذ لون ذهبي غامق، ونشوف شكلها. البقلاوة أصبحت عندي جاهزة، طبق مختلف، شكل مختلف وطعم مختلف. هلأ إذا حبينا نوزع عليها أي نوع من المكسرات، ممكن نوزع الفستق الحلبي، حنوزع كمية بسيطة من الفستق على كل زهرة أو على كل وردة.
وتفضلوا.